بعد انتصار ثورة 17 من فبراير، لم يعد تقلد المناصب القيادية ببلدية وادي البوانيس مقتصرا على العنصر الرجالي فقط، بل أصبح للمرأة نصيب منها، ولم تعد تلك النظرة الدونية للمرأة موجودة. أصبح لها دور فعال ومهم في المجتمع أسوة بالرجال. المرأة في الفترة الأخيرة أبرزت دورها وتمثيل شخصيتها وهويتها وإبراز قدراتها في شتى المجالات السياسية، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، بدليل أن المرأة في مجلس بلدي بوانيس تشغل عدد مقعدين من أعضاء مجلس بلدي، اللي هو مقعد المرأة ومقعد الأشخاص ذوي الإعاقة. برزت هويتها بشكل كبير، حيث قامت المرأة العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات على مختلف المجالات والعديد من البزارات للمشغولات اليدوية. انتخابات المجلس البلدي البوانيس التي جرت مؤخرا كانت خير دليل على ما وصلت إليه المرأة، إذ شهدت مشاركة واسعة للمرأة وتحصلت على مقعدين من أصل 7، كما كان لها دور في الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني وإنشاء العديد من المؤسسات والمنظمات المدنية، خاصة المعنية بشؤون المرأة، للرفع من مستواها وتوسيع قاعدة مشاركتها في المجتمع. المرأة داخل بلدية وادي البوانيس حقيقة في الفترة الأخيرة أصبحت تتصدر بعض المقاعد في عدة قطاعات في داخل البلدية، وأقرب مثال بلدية وادي البوانيس تعتبر البلدية الوحيدة داخل ليبيا اللي فيها عضوتين مجلس بلدي، عضو مجلس بلدي عن المرأة وعضو مجلس بلدي عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البلدية، وتعتبر هذه هي البادرة الأولى حقيقة كانت الانطلاق عن بلدية وادي البوانيس. هذه الخطوات المتقدمة التي سجلتها المرأة هنا جعلتها تحظى بدعم وتشجيع الرجل لها وتحفيزها على تقدم الصفوف، الأمر الذي أثر إيجابيا على دورها في المجتمع البوانيسي.